وطبعا احنا بالنسبه لحرصنا على ان احنا بنلبي طلباتكم الخاصه بانك عايزين ايه، عايزين محاضره في ايه، عايزين نتكلم في موضوع ايه. يعني بعد كل محاضره يعني المحامين يعني واحنا هنا بيقابلوني والمحاميات بيقول لك احنا عايزين كذا، عايزين تحكيم، عايزين تنازع، عايزين يعني ليه بقى؟ لان احنا المفروض مش بنيجي نحاضر ونمشي، لا، يعني المفروض المحاضره النهارده عن التحكيم الدولي، فمحاضره التحكيم دي مطلوبه، فاحنا لما نسمع المحاضره ان هنسمعها عملي، يعني ايه المفروض هنفهمها. ولو احنا الدكتور بيعرض في موضوع التحكيم جزئيه معينه فيها غموض شويه او فيها تنازع في اختصاص شويه انا مش فاهمها، هساله، هنسال فيها ونقول له لا دي قول لنا دي تاني يعني. وبعد ما المحاضره تخلص لازم كلنا نبقى عندنا يعني تصور معين في تعليقنا على المحاضره، فهمناها صح، لا في حاجات تانية احنا عايزينها، لا في حاجات تانية احنا لنا رأي فيها. القانون قانون ما فيش حد له رأي في القانون، لكن الواقعة المتعلقة بالقانون او بمعنى ادق الواقعة اللي بينظمها القانون او بيحكمها القانون دي موضوع ودي موضوع، انت كمحامي لك تصور وانا كمحامي ليا تصور في العرض وحضرتك ليك تصور في العرض، بس التصور كله في الآخر بيؤدي إلى نتيجة واحدة وهي نتيجة الموضوع المعروض. فإحنا عايزين المحاضرة، ما احناش أصلها مش محاضرة في الجامعة هنسمعها ونقوم نمشي، لا ده محاضرة مهنية، محاضرة أنا هشتغل بقى بكرة، هشتغل بقى النهاردة، هروح ألاقي عقد تحكيم جالي هعمل فيه إيه. يعني احنا اللي موجود او احنا المحاضرين اللي بيحضروا وبنعرض الموضوعات، احنا بنعرض موضوعات متعلقه بالعمل النقابي، بالعمل المهني، برساله المحاماه. فالموضوع مش يعني ايه مش محاضره ونسمعها، لا محاضره اطلع منها فاهم كل حاجه، فاهم كل حاجه. ليه؟ لان انا ليا ملاحظات عليه، ملاحظات بالإيجاب، بالقبول، بالسلب، مش فاهم جزء، هو ده زي لأن هي دي عمل المحاماة. ما احنا في المحكمة بيبقى مجموعة محامين وكل واحد موكل في قضية وكل واحد بيبقى له وجهة نظر في الدفاع بتاعه، وبنقعد قبل الجلسة نتناقش، وبعد الجلسة لما بنقعد نترافع سواء مدني أو جنائي أو أيا كان الموضوع كله بيترافع في توقيت الرول بتاعه. فاحنا لما بنخلص انا قلت دفاع معين في جنائي، زميلي قال دفاع معين، بنلتقي مع بعض، طب انت قلت دي ازاي وانت قلت دي ازاي، وبعد كده في المحصله احنا بنشوف الصح فين، ولو انا عرضي غلط بستفيد من عرض زميلي فعلا، وهو والوضع كذلك يعني بالنسبه لي او لغيره. فاحنا المفروض لان المحاماه ايه معايشه على ارض الواقع، بتعيش وقائع دعوه ايا كانت الدعوه دي، مدني، شرعي، تجاري، اداري، جنائي، جناح، ايا كان. فده هو ده هو ده هو ده هي دي المحاماه. فاحنا بنعيشها في المحكمه، بنعيشها في اوضه المحامين، بنعيشها في معهد المحاماه معايشه كامله. هو ده بقى هو ده المحاماه. يعني المحاماه مش مساله ان انا عارف كلمتين لا وهخش اقول الكلام ده، واياك انك تحفظ، ما فيش حاجه انك تحفظ، لاني المحاماه تحفظ لا، ده انت بتعيشها وتفهمها وبتشارك فيها وبتفكر فيها وتبدع فيها وتضيف اليها. احنا اضافه يا استاذه، خليكم احنا بنضيف لمهنه المحاماه، بنضيف لمهنة العدالة كلها عشان يبقى المعنى أدق وأوسع، بنضيف لمهنة العدالة. أنت كدفاع بما لك من ملكات وقانونية وموضوعية وعلم وفكر
وابداع والكلام ده كله، انت بتضيف للمحكمه، والمحكمه بشر وكلنا بشر نخطئ ونصيب ماشي، ولكن انت كممارس ممارس لمهنه المحاماه وفي تعايش لها كل يوم ومع التجديدات والعلم اللي بيجي كل يوم في مهنه المحاماه، واحنا عندنا كل يوم كل يوم في المحاماه جديد، كل يوم محاماه جديد، فانت عشان انت بتمارس وعايش الجديد وعايش الفكر اللي هو المبادئ اللي صدرت من محكمة النقض، المبادئ اللي صدرت من المحكمة الإدارية العليا، المبادئ اللي صدرت من المحكمة الدستورية، المبادئ اللي انت عايشها في المحاكم على اختلاف درجاتها كل يوم، انت عايش، فانت عايش اكتر منه، هو متخصص، هو القاضي متخصص، متخصص مدني، متخصص استئناف عالي، متخصص احوال شخصية، كل ده هو تخصص، لكن انت متخصص في كل علوم المحاماة انت، فانت بتعرض وبتضيف جديد. وخلي بالكم المحاكم ناس محترمة والقضاة ناس محترمة، يقول لك اه الناس دي بيضيف جديد احنا بنتعلم منه، صح، هي ده، لان العلم ملوش اخر، ملوش اخر، العلم باقي الى ان تقوم الساعة، علم باقي الى ان تقوم الساعة، كل يوم جديد. فاحنا هنبدأ النهارده المرافعة بتاع المرافعة، هي مرافعة التحكيم، هنسمع من الأستاذ الدكتور سمير شعبان أستاذ قوى المرافعات في جامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يعني بنعزي أنفسنا ونعزي الوطن في حادث محطة رمسيس، ربنا يرحم الضحايا ويتقبلهم إن شاء الله بإذن الله من الشهداء. ثانيا أنا برحب بكم ومبسوط أن أنا موجود ما بينكم، وبشكر الأستاذ معالي النقيب الأستاذ حسين الجمال والأستاذ إسماعيل طه وكل أعضاء النقابة. إحنا النهاردة إن شاء الله بإذن الله هنتكلم في موضوع التحكيم. كنت التقيت مرة قبل كده ببعض زملائكم وتكلمنا عن القواعد الإجرائية في قانون المرافعات والاختصاص والدعوة والحكم القضائي. طبعا هي قواعد قانون المرافعات هي الشريعة الإجرائية العامة لكافة القوانين، أي قانون أنت النهاردة لما يبقى في بتبقى في القانون الإداري أو في القانون في المسائل الإدارية، لأن ما فيش قانون إداري في المسائل الإدارية أو في مسائل القانون الجنائي، أيا كان أي قانون، عندما تجد نقص في مادة إجرائية أو في تنظيم إحدى المواد أنت بتجري على قانون المرافعات علشان تشوف الأحكام الإجرائية العامة. طيب إحنا النهاردة لما هنتكلم عن التحكيم، طبعا أنا عارف أن في كل خريجي قسم الدراسة باللغة العربية ما بيدرسوش مواد تحكيم في الأربع سنوات الخاصة بالليسانس، أما خريجي قسم الدراسة الإنجليزية فهم بيدرسوا في مواد التحكيم فعندهم خلفية. طبعا الممارسة ممارسة المحاماة هي من أشرف المهن وأقواها، هي ورشة العمل القانونية بالفعل كما قال أساتذتنا من قبل وكما قال عليها السنهوري وغيرهم. طبعا أنت القضاء الواقف، أنت ميزان العدل والدفاع. النهاردة لما هنبدأ في التحكيم احنا هناخد التحكيم كده من البداية علشان نعرف التحكيم ده ماشي ازاي، يعني ايه هو التحكيم، كيف يتم الاتفاق على التحكيم، ازاي بنلجأ لهيئة التحكيم، كيف تشكل هيئة التحكيم، الاختصاص بالمسائل التي يجب ان يختص بها التحكيم بعيدا عن قضاء الدولة، الصراع اللي موجود ما بين التحكيم وما بين قضاء الدولة، هل التحكيم يساند ويعاون قضاء الدولة في حسم المنازعات وفض الخلافات الموجودة بين الأفراد، ولا هل هو بينافسه ويتفوق عليه؟ طبعا بداية قبل الكلام عن أي شيء، القضاء هو صاحب الولاية العامة في الاختصاص بكافة المسائل، سواء تم تسميتها كالدعاوى أو لم يتم تسميتها. أنت عندك مشكلة فبتروح قضاء الدولة ترفع دعوة، والله أنت لو كيفت غلط المحكمة بتكيف لك التكييف الصحيح للواقع.
وبيتم تداول الجلسات، ظهر ما يسمى بالتحكيم. طبعا التحكيم قديم وموجود من زمان، ولكن اصبحت في قوانين موجوده بتنظم التحكيم سواء في القانون المصري او الدول الاجنبيه، القانون الانجليزي، القانون الفرنسي، الهولندي، كل القوانين الاجنبيه، بل بقت في مراكز متخصصه لنظر التحكيمات والمنازعات الناشئه بين الافراد. طب التحكيم ده بيجي ازاي وازاي نتعامل معاه وايه المشاكل الفنيه الدقيقه اللي بتقع ما بين التحكيم وما بين قضاء الدوله لما بنختلف مع بعض، بنحلها ازاي؟ ده كله يعتبر داخل في مساله الاختصاص كمشكله اوليه. بعد كده عندك مشكله صدور الحكم، عندك مشكله تنفيذ الحكم، احنا بنسميها مشاكل لان لما تروح التحكيم وبتلاقي نفسك هتدفع مبالغ كبيره او خسرت الدعوه بتضطر تلجا الى قضاء الدوله. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه، قد ترى ان التحكيم لن ينصفك فبتروح لقضاء الدوله. طب ليه احنا بنروح التحكيم؟ لان اجراءاته سريعه. دي اول حاجه. انت بتضمن النهارده ان انت في خلال سنه او 18 شهر، يعني سنة ونص، ان انت تاخد حكم تحكيم وتنفذه بعيد عن اجراءات التقاضي وتعقيداتها ويعني ما تعلموه جميعا من رخمة الموظفين ومش عارف ايه مش موجود، لا استنى المواعيد، الكلام ده كله. طيب نبدأ التحكيم ازاي؟ يعني احنا هنقول في البداية ان التحكيم هو عرض نزاع بين طرفين على شخص من الاغيار للفصل فيه. انا وانت ما بيننا نزاع فبنروح لطرف ثالث، طرف ده بنسميه من الاغيار، بنسميه محكم، بنقول له والله تعالى حل لنا المشكله دي، افصل في النزاع اللي موجود. يبقى اذا البدايه هو انك لن تجبر على اللجوء للتحكيم لحل نزاعك. دي اول مساله، مش هتروح غصب عنك. يعني ما يسمى بالتحكيم الاجباري، لا يوجد ما يسمى بالتحكيم الاجباري، ومحكمة النقض ومحكمة الدستورية حكمت بعدها من دستوريته. إذن أول حاجة أنت بتذهب إلى التحكيم بإرادة حرة وصريحة وجازمة بإعلان نيتك وإرادتك ورغبتك في فض النزاع أو الخلاف الناشئ بينك وبين الطرف الآخر عن طريق ما يسمى بالتحكيم. طيب إحنا في البداية بنعمل إيه؟ بنعمل حاجة اسمها اتفاق التحكيم. بنعمل حاجة اسمها ايه؟ اتفاق التحكيم. يعني اتفاق التحكيم يعني عقد. عقد لابد ان تتوافر له شروط شكلية وشروط موضوعية. الشروط الشكلية انه يبقى مكتوب باختصار شديد جدا عشان ما ندخلش في تفصيلات. ايه هو؟ ان يكون مكتوب ولا يشترط شكل معين في الكتابة. طب ايه هي الشروط الموضوعية؟ احنا بنقول اتفاق التحكيم عقد، اذا يجب ان يتوافر فيه ما يجب ان يتوافر في العقود بصفة عامة: الرضا والمحل والسبب. الرضا إيجاب وقبول، المحل موضوع النزاع اللي هيتم تحكيمه، السبب أن يكون سبب مشروع. طيب اتفاق التحكيم إيه هي صور اتفاق التحكيم؟ صور اتفاق التحكيم بياخد صورتين. الصورة الأولى بما يسمى شرط التحكيم، الصورة الثانية بما يسمى مشارطة التحكيم، وكلاهما اتفاقا على التحكيم واتفاقا باللجوء إلى هيئة التحكيم لفض النزاع. دي أول مسألة، والمسألة دي خلي بالك في غاية الأهمية ومهمة جدا، هي عصب التحكيم ذاته، لأن بعد ما هنشوف كمان شوية أن اتفاق التحكيم ده ممكن يعصف بحكم التحكيم تماما، ممكن يؤدي إلى بطلانه. المسائل اللي بيصيرها اتفاق التحكيم من فكرة بطلانه أو انعدامه أو سقوطه أو انتهائه مسألة في غاية الخطورة. اتفاق التحكيم الصورة الأولى يرد في صورة شرط. ازاي يرد في صورة شرط؟ يعني امتى اقول ان في شرط تحكيم؟ النهاردة باجي اعمل عقد، فبضع العقد مثلا مكون من 30 بند على سبيل المثال، فجينا حطينا بند قلنا فيه لو حصل نزاع بين الاطراف نلجأ الى التحكيم، ده اسمه ايه؟ شرط تحكيم. يبقى انت بتضع بند في العقد فيما معناه اذا حدث نزاع بين الاطراف فيكون طريق فضه عن طريق اللجوء الى التحكيم. ما بتقولش بقى وليس قضاء الدولة، لان ده الاثر السلبي. احنا اتفقنا ان احنا نروح للتحكيم عن طريق الشرط. هل يمكن ان يأخذ الشرط شكلا اخر؟ يمكن. احنا عملنا العقد ونسينا ان احنا نعمل شرط ايه؟ شرط تحكيم. فجينا قعدنا مع بعض وقلنا عايزين نعمل شرط تحكيم.
طب مش عايزين نمس العقد خلاص، احنا مضينا العقد ووثقناه او كتبنا العقد وخلافه، ممكن يتم التحكيم عن طريق وثيقة او ورقة ملحقة بالعقد. ورقة ملحقة بالايه؟ بالعقد. نكتب ورقة كده ونقول والله لو حصل نزاع هنروح للتحكيم. دي ده الشكل الايه؟ الشكل الثاني من اشكال شرط التحكيم. يبقى اولا ان يرد كبند في العقد، يعني احد بنود العقد. الحاجة الثانية ان يرد في ورقة ملحقة بالايه؟ بالعقد. طيب لا كتبنا بند ولا عملنا ورقة، او كتبنا بند واحنا الى مركز تحكيم، يعني كتبنا كده وقلنا والله لو حصل اي نزاع ما بيننا هنروح لمركز القاهرة للتحكيم التجاري الدولي، او هنحيل الى وثيقة. هذه الوثيقة بتتضمن شرط التحكيم. النهاردة طرف مصري وطرف اجنبي كتبوا في العقد او في ورقة ملحقة، او احالوا مثلا الى قواعد الاي سي سي الغرفة الدولية بباريس، قال لك والله لو حصل نزاع هيتفض عن طريق المركز ده اللي هو مركز الاي سي سي مثلا على سبيل المثال، او المركز التابع لاتفاقية واشنطن ايا كان. يبقى ده اسمه شرط التحكيم. طيب ايه المجمل في شرط التحكيم؟ المجمل ان يتم الاتفاق قبل ان ينشأ النزاع. قبل ان ينشأ الايه؟ النزاع. يعني ده اللي بيميز شرط التحكيم، ان النزاع لم يقع بالفعل بين الاطراف. احنا اتفقنا وقلنا ايه؟ قلنا اذا نشأ نزاع بين الاطراف حول العقد او تفسيره او تنفيذه او زي ما تكتب براحتك، يبقى اذا المميز لشرط التحكيم انك لا تعرف ما هو النزاع القائم. انت بتفضل اللجوء للتحكيم عن قضاء الدولة، وذلك عن طريق وجود شرط تحكيم. طيب نفترض ان احنا ما كتبناش شرط تحكيم خالص ووقع النزاع بالفعل، جينا قعدنا مع بعض كده والله طب واحنا نروح قضاء الدولة ليه؟ ما تيجي نعمل شرط تحكيم. هقول لك خلاص ما بقاش ينفع يبقى اسمه ايه؟ شرط تحكيم. هنسميه هنا مشارطة ايه؟ تحكيم. يبقى ايه الفرق ما بين الشرط وما بين المشارطة؟ الشرط انه يتم الاتفاق على اللجوء الى التحكيم لفض كافة المنازعات او بعضها او جزء منها عن طريق التحكيم، والمنازعة لم تقم بالفعل. اما مشارطة التحكيم فقد حدث النزاع بالايه؟ بالفعل. هو ده الفرق بس ما بين الشرط والمشارطة، ان الشرط قبل ما يقوم النزاع، اما المشارطة بعد ما حصل الايه؟ بعد ما حصل النزاع بالفعل، ففضلنا ان احنا نروح لقضاء الدولة للتحكيم. طيب نفترض ان وقع النزاع بالفعل، فلجأ الطرف الاخر الى قضاء الدولة علشان يرفع دعوة، ومشت الإجراءات أمام محكمة أول درجة ومشت الإجراءات أمام محكمة تاني درجة، هل يجوز عقد مشارطة التحكيم في كافة المراحل قبل صدور الحكم النهائي من قضاء الدولة؟ قال لك يجوز. يجوز ليه؟ يجوز لأن مفيش حكم صادر من قضاء الدولة حائز لقوة الأمر المقضي اللي احنا بنسميه الحكم النهائي. الحكم الصادر محكمة الاستئناف بنسميه حكم ايه؟ نهائي. لكن لو صدر حكم من قضاء الدولة من محكمة الاستئناف حكم نهائي وطعنت عليه بالنقط، ينفع ان انت تروح تعمل مشارطة التحكيم؟ ما ينفعش، لانك هتصطدم بالدفع بسبق الفصل في الدعوة ووجود حكم قضائي حائز لقوة الامر الايه؟ لقوة الامر المقضي. يبقى انت متاح ليك ان انت تعمل شرط تحكيم او قبل نشوء النزاع، او تعمل مشارطة التحكيم حتى لو تم رفع الدعوة امام قضاء الدولة ما لم يصدر حكم ايه؟ ما لم يصدر حكم نهائي من قضاء الدولة، حتى لا تصطدم بفكرة سبق الفصل في الدعوة وان الحكم ده بيكون متعلق بالنظام العام. طيب ده بالنسبة لشرط التحكيم. باول حاجة شرط التحكيم ومشارطة التحكيم كلاهما اتفاقا على التحكيم، المشكلة دي ما فيهاش اي ايه؟ ما فيش اي مشاكل، عملنا اتفاق التحكيم. نيجي بقى لمشكلة تانية، هي المشكلة دي مشكلة يعني رغم اقرار كافة الدول تقريبا او غالبية الدول وكافة مراكز التحكيم والقوانين لفكرة استقلال شرط التحكيم. يعني ايه استقلال شرط التحكيم؟ هبالكم المسألة دي في غاية الاهمية.
المادة 23 من قانون التحكيم المصري، أولا بداية كان قانون التحكيم، قانون التحكيم صدر في سنة 94، قانون 27 لسنة 94. طب كان فين التحكيم في مصر قبل القانون ما يصدر؟ كان موجود في قانون المرافعات من المادة 501 لل 513. جه في سنة 94 المشرع لغى ال 13 مادة وعمل قانون مكون من 58 مادة في اسمه قانون الايه؟ قانون التحكيم، القانون 27 لسنة 94. طب يعني ايه استقلالية شرط التحكيم او استقلال شرط التحكيم؟ انا عايزك تركز معايا في المسألة دي لانها مسألة خطيرة جدا. انا النهاردة عملت، عقد. العقد ده فيه ايه؟ بند ايه؟ بند للتحكيم. خلي بالك كل المشاكل في التحكيم بتبدأ من صياغة العقد. كل القضايا اللي انا يعني اشتغلت فيها او خدت او اتخذ رأيي فيها، كل المشاكل من صياغة شرط التحكيم، وده هنتكلم عليه دلوقتي كمان شوية واحنا بنتكلم عن تحديد موضوع النزاع. طيب انا النهاردة في البداية عملت عقد، واحد بنود العقد هو اللجوء الى التحكيم. النهاردة القانون لما يجي يقول لي استقلال شرط التحكيم يعني ايه؟ يعني خلالي بند التحكيم ده عقد لوحده. يعني ايه عقد لوحده؟ يعني لو صدر حكم، ببطلان العقد يبقى شرط التحكيم صحيحا. واحد يقول لي طب العقد كله باطل، هعمل ايه بشرط التحكيم؟ ما هو احد بنود الايه؟ احد بنود العقد. هقول لك ان مسألة الحكم ببطلان العقد يختص بها قضاء الايه؟ قضاء التحكيم بناء على هذا الشرط. يبقى العقد كله باطل، غير مرتب لآثاره وغير منتج لها، ويظل شرط التحكيم ايه؟ صحيح، لانه مستقل بذاته. طب الحالة العكسية، نفترض ان شرط التحكيم باطل والعقد ايه؟ صحيح، يعني اتحكم ببطلان شرط التحكيم، هل يعتبر العقد كله باطل؟ لا، العقد منتج لآثاري والتزاماتي وحقوقي، ولكن يبطل ايه؟ شرط الايه؟ شرط التحكيم فقط. يبطل شرط الايه؟ التحكيم فقط، سواء كان شرط او مشرطة. يعني معنى ذلك ان لو العقد كله باطل وشرط التحكيم صحيح، ما هو الاختصاص الذي يمنحه شرط التحكيم؟ الاختصاص الذي يمنحه هو النظر في بطلان العقد. يبقى الشرط ده موجود علشان هيئة التحكيم اللي تحكم لي وتقول لي العقد باطل ولا لا. ده الميزة من استقلال شرط التحكيم، رغم اختلاف الفقه اختلاف شديد جدا في ايجاد الاساس القانوني لبطلان بند في العقد مستقلا تماما عن العقد، ولكن يظل القانون المصري والقوانين زي القانون الفرنسي والقانون الانجليزي، القانون البلجيكي، كافة القوانين تقريبا، يعني غالبية القوانين على حد بحثنا اعترفت بمبدأ استقلالية. ومحكمة النقض، محكمة النقض الفرنسية، ويعني كل القضاء، يعني تقريبا نقدر نقول الغالبية اعترفت بمبدأ استقلال الايه؟ استقلال شرط الايه؟ شرط التحكيم. بطلان شرط التحكيم اذا صدر حكم ببطلان شرط التحكيم فالعقد صحيح. طب الحالة دي منصوص عليها في القانون. الحالة العكسية وهو بطلان العقد، هل يؤدي الى بطلان شرط التحكيم؟ المشرع المصري ما نصش على الحتة دي، ولكن القضاء خدها بالايه؟ خدها بفكرة القياس، لكن القانون الفرنسي حسم هذه الايه؟ هذه المسألة. في بعض النصوص في القانون زي القانون المدني مثلا، مادة 750 بتقول لو هيرد شرط التحكيم في وثيقة التأمين او ما يسمى بعقد التأمين فهو شرط باطل. يعني ايه الكلام ده؟ ما احنا بنقول ان انا ممكن احط شرط التحكيم احد بنود العقد ما لم ينص القانون على غير ذلك. عارفين انتوا عقود التأمين بتبقى عقود مطبوعة، حتى يعني رحمة الله عليه الدكتور السنهوري وصفها بانها عقود ازعاج، يا تقبلها جميعا يا ترفضها ايه؟ جميعا. القانون عشان يحمي الطرف الضعيف قال لك انا هستثني من فكرة شرط التحكيم عقود التأمين.
يعني ايه؟ يعني علشان تحط شرط للتحكيم في عقود التأمين او في وثائق التأمين لابد وان يكون في وثيقة مستقلة تماما عن العقد ذاته. ده بس يعني ايه استثناء كده وضعوا القانون المدني. طيب الاستقلالية بتعني ان شرط التحكيم عقد بذاته. يعني عقد بذاته؟ عقد يعني لابد ان يتوافر له الرضا والمحل والسبب. يبقى انا هنا بمثابة عندي عقدين، العقد الاصلي اللي بيسجل في بنوده الحقوق والالتزامات المتبادلة بين الاطراف، وعندي شرط الايه التحكيم او مشارطة التحكيم. قم لي ببطلان اتفاق التحكيم او شرط التحكيم ومشارطة التحكيم بعيدا عن الايه عن العقد نفسه. طيب ننتقل للنقطة اللي بعد كده، هي نسبية اتفاق التحكيم. يعني ايه نسبية اتفاق التحكيم؟ طبعا اي عقد في الدنيا، اي عقد ايا كان هذا العقد، لابد ان يكون له اطراف، طرف اول وطرف ايه وطرف ثاني. حتى العقود التي تبرمها الدولة، الدولة طرف وهناك طرف ايه وهناك طرف اخر. طيب مسألة نسبية اتفاق التحكيم يعني ببساطة أن اتفاق التحكيم لا يمتد إلى الغير، ولا يمتد أثره، ولا يمتد أثره إلى غير أطرافه. عندنا طرف أول وطرف تاني، خلاص ما ينفعش يمتد إلى الطرف الإيه؟ إلى حد من الغير. طبعا ما لم ينص القانون على غير ذلك في مسائل الاشتراط لمصلحة الغير، الشركة الأم وفروحها والكلام ده ليها تفصيلات في القانون التجاري. طيب النهاردة لو أنا طرف في اتفاق التحكيم وعندي طرف آخر، ينفع أجيب واحد وأدخله في اتفاق التحكيم؟ ما ينفعش. ينفع يمتد إلى الغير؟ ما ينفعش. ينفع حد ينضم إلى اتفاق التحكيم؟ ما ينفعش. كل ده كقاعدة إيه؟ كقاعدة عامة. لكن قبل نشأة النزاع حبينا نجيب طرف ثالث معانا، يبقى بنجيبه بنعمل اتفاق ايه اتفاق تحكيم جديد، او بيدخل في اتفاق التحكيم ويوافق على كافة بنوده، ويوافق على كافة ايه على كافة بنوده. ده بالنسبة لنسبية الاتفاق زيه زي اي عقد. طبعا الخلف العام اللي هو الوارث والموصى له بجزء غير معين من التركة، طبعا زي ما بينتقل له الحقوق بتنتقل له الايه الالتزامات، وكذلك الخلف الخاص. فانتقال شرط التحكيم الى الخلف العام، الخلف العام لا يعتبر من الايه من الغير، لانه زي ما بيرث الحقوق بيرث الايه بيرث الالتزامات. لكن بالنسبة للخلف الخاص، الخلف الخاص لابد ان يكون على علم بوجود اتفاق التحكيم. ما ينفعش ينتقل إليه الحق دون علمه بوجود اتفاق التحكيم، وتيجي تفاجئه وتقول والله أنا راح أرفع دعوة وبيننا شرط تحكيم. لا، لابد أن يكون على علم بالإيه بوجود اتفاق التحكيم. أغلب المشاكل بتيجي فين بقى؟ بتيجي في تحديد موضوع النزاع، بتيجي في تحديد موضوع الإيه موضوع النزاع. اللي ربنا يسهل له كده إن شاء الله ويشتغل في التحكيم هياخد فلوس حلوة، يعني ما يعني بيبقى فيها فلوس كويسة. طب تيجي هيجي لك تحكيم ما تلاقيش. طب فين مسألة تحديد موضوع النزاع؟ طب أنا بحدد موضوع النزاع إزاي؟ عندي تحديد موضوع النزاع في شرط التحكيم، وتحديد موضوع النزاع في مشارطة التحكيم. يعني لو حطينا عنوان كده وقلنا نطاق خصومة التحكيم، ازاي بنحدد النطاق ده؟ النطاق يعني بيكون نطاق شخصي ونطاق موضوعي. النطاق الشخصي اللي هم اطراف اتفاق التحكيم، اللي هم الاشخاص، الطرف الاول والطرف الثاني. الطرف الاول بنسميه طالب التحكيم، والطرف الثاني بنسميه المحتكم ضده. طيب اول مسألة في النطاق الموضوعي هي قابلية موضوع النزاع للتحكيم. يعني ايه قابلية موضوع النزاع للتحكيم؟ هل المشرع او القانون جعل للتحكيم بابا غير مغلق؟ لا، اي حاجه مش هتفرق. جعل له بابا مفتوحا غير مغلق؟ لا. ما هو التحكيم ده احنا بنختار المحكم ازاي؟ انا ببقى قاعد انا ومعالي النقيب
ما بيننا مشكله، طب خلاص هنجيب الاستاذ اسماعيل يحكم ما بيننا. هو ده التحكيم ببساطه شديده. طب هو انا اجيب الاستاذ اسماعيل يحكم ما بيننا في اي مساله؟ لا، جاء المشرع وقال لك في حاجه اسمها قابليه موضوع النزاع للتحكيم، لابد ان يكون الموضوع ذاته سواء كان في علاقه عقديه او علاقه غير عقديه متعلق بنزاع مالي قابل للتحكيم. طب ما تقول لنا ايه المسائل بمفهوم المخالفه الغير قابله للتحكيم زي ايه؟ اول حاجه خالص قال لك المسائل المتعلقه بالنظام العام. ما ينفعش تيجي في مساله متعلقه بالنظام العام وتقول لي والله احنا هنعمل فيها تحكيم. هذا الكلام غير ايه؟ غير مقبول. هتعمل تحكيم وهيصدر الحكم، هتروح تنفذ الحكم وانت بتاخد امر التنفيذ، هيقولك اتكل على الله امشي من هنا. ليه؟ لان المساله اللي انت جايب لي الحكم اللي عايز تنفذه فيها متعلقه بالايه؟ بالنظام العام، انت مخالف للنظام العام. ده يخلينا نتطرق ما هو النظام العام. النظام العام مساله مرنه، يعني حتى الفقهاء لما بيجوا يكتبوا فيها ويتكلموا عليها، حتى احكام محكمه النقض المحكمه الدستوريه العليا تقول لك هي مجموعه القيم العليا اللي بتحافظ على المجتمع سواء كانت سياسيه او اجتماعيه او اقتصاديه، فهي مساله مرنه. عشان كده احنا بنسيبها دايما للتطبيقات القضائيه. يعني في بعض المسائل وفي بعض القضايا معانا حكم اجنبي جاي ينفذ، جاء بينفذ فايده، فلما جاء ياخد امر تنفيذ هنتكلم عليه كمان شويه، المحكمه قالت لك والله احنا عندنا الماده 2 من الدستور بتقول ان الشريعه الاسلاميه المصدر الاساسي، فبنقول لك الفايده حرام، فمش هنفذ لك الايه؟ مش هنفذ لك الحكم لانه متعلق بالنظام الايه؟ النظام العام. مش الفايده المركبه، يعني كان الحكم متعلق بفوائد ايه؟ مركبه. وحكم اجنبي وجاي يتنفذ في مصر، يعني معنى ذلك ان انا عندي ما يسمى بالنظام العام الداخلي والنظام العام الدولي. النظام العام الداخلي اللي هي مجموعة القيم والمثل العليا اللي بتحافظ على كيان المجتمع. طيب مفهوم النظام العام الدولي مفهوم أوسع وأشمل، فبالتالي لما بيجي لي حكم أجنبي أو حكم داخلي الاثنين، يعني حكم وطني صادر في مصر أو حكم أجنبي صادر من هيئة تحكيم أجنبية أو من مثلا غرفة الاي سي سي طبق القانون النموذجي الدولي أو أيا كان، من محكم مثلا نظرة الدعوة مثلا في أي دولة أجنبية، المهم أنه جاي ينفذ في مصر، في النهاية لابد أن تعرض على القاضي الوطني القاضي المصري عشان يقولك ده مخالف للنظام العام ولا غير مخالف للنظام العام. طيب المسألة الثانية مسائل التجريم والعقاب. ما ينفعش واحد يقتل واحد ويروح يقول له والله تعالى نقعد في الايه؟ نقعد في التحكيم ونحكم. لا، مسائل التجريم والعقاب المختص بها هي الدولة. المشرع المصري هو اللي بيحدد الجرائم وعقوبتها وهو اللي بيعاقب عليها. ما ينفعش ان انا اتطرق للمسألة دي في التحكيم، ما خاص بالتجريم وخاص بالعقاب. ما ينفعش ان انا اجي اجرم، اعمل ايه؟ اعمل نص بيجرم، او اصدر عقوبة او اصدر حكم يتضمن عقوبة بناء على جريمة قتل او جناية او جنحة. دي مسائل خاصة بالايه؟ خاصة بالدولة. مسائل الأحوال الشخصية، احنا بندي على سبيل المثال مسائل الأحوال الشخصية. طب مسائل الأحوال الشخصية، هو أنا النهاردة الزواج والطلاق وإثبات النسب والاعتراف بالبنوة والكلام ده كله ينفع يروح تحكيم؟ ما ينفعش يروح أي تحكيم. فبالتالي مسائل متعلقة بالنظام العام، مسائل متعلقة بالتجريم والعقاب، المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية زي طلاق وزواج وخلاف، كل الأمور دي ما ينفعش أنها تروح إيه؟ تحكيم، لأنك هتصطدم بقاعدة مخالفتها للنظام الإيه؟ للنظام العام. طيب المسائل المالية المترتبة على مسائل الأحوال الشخصية والتجريم والعقاب زي التعويض الناتج عن ارتكاب جريمة معينة، زي تحديد مقدار النفقة مثلا، أو التعويض المالي يعني عن أضرار الزواج أو الطلاق أو خلافه. قال لك المسائل المالية، المسائل المالية ممكن فيها التحكيم. ورغم عزوف يعني اللي بيكتبوا شرط تحكيم، رغم عزوفهم عن ذلك عشان ما يصطدموش بفكرة النظام العام، فالأحكام القضائية قليلة جدا في المسائل دي، رغم أن المشرع أقر فكرة أن التعويض المالي عن مسائل الأحوال الشخصية المتعلق بالمال فقط
او مسائل التجريم والعقاب يمكن ان تكون محلا للايه؟ محلا للتحكيم. يبقى اول مسألة خالص هي قابلية موضوع النزاع للتحكيم. لما انت تيجي تكتب عقد ما بين طرفين او تراجع عقد ما بين طرفين، اول حاجة لازم تاخد بالك منها هي ايه؟ مدى قابلية هذا الموضوع للتحكيم من ايه؟ من عدم. لان المسألة دي مسألة خطيرة جدا. المسألة التانية هي تحديد موضوع النزاع. يعني اول مسألة هي قابلية الموضوع للتحكيم من عدم، المسألة التانية تحديد موضوع النزاع. تحديد موضوع النزاع ده مسألة يعني بتثير 90% من مشاكل التحكيم. بمعنى انا النهاردة عملت شرط تحكيم فقلت ايه؟ ان كافة المنازعات التي تنشأ بين الاطراف يتم الفصل فيها عن طريق التحكيم وسكت. كافة المنازعات اللي هي ايه؟ المتعلقة بالعقد او متعلقة بمحل الالتزام. هل الشرط ده واضح؟ قال لك الشرط ده واضح مفيش اي مشكلة، لكن يعني افضل لما انت تيجي تعمل شرط تحكيم، شرط تحكيم يا تحيل الى نظام مؤسسي، لان التحكيم نوعين، يا تحكيم حر يا مؤسسي. يعني ايه تحكيم حر؟ التحكيم الحر ان الاطراف بيتم اتفاقهم على اختيار شخص اخر من الاغيار ليفصل في النزاع. التحكيم المؤسسي ان انا بقى احيل لاحد المراكز التحكيمية زي مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي ان هو يفضلي اي نزاع. اما بيحصل نزاع ما بين الاطراف بروح لايه؟ بروح للمركز واقدم الطلب ويتم اعلانه ويتم الاجراءات اللي احنا هنتكلم عليها كمان شوية. المنازعات بتيجي فين؟ يجي يقول لك والله بص احنا عملنا شرط التحكيم ويختص بكافة المنازعات التي تنشأ بين الاطراف، لكن احنا ما حددناش تفسير البند. ما هو تفسير شرط التحكيم دي منازعة، مين اللي يختص بيها؟ هيئة التحكيم ولا يختص بها قضاء الدولة؟ لما اجي احدد موضوع النزاع واقول المنازعات الناشئة عن تنفيذ العقد، مين اللي يختص بالمنازعات دي؟ يعني بطلان العقد لا يختص بايه؟ التحكيم. فسخ العقد لا 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 يختص به التحكيم. احنا حددنا اختصاصه فين؟ في تنفيذ بنود الايه؟ بنود العقد. يجي يقول لك لا طيب مين اللي يفسر لي ويقول لي ان التنفيذ داخل في البند ده ومش داخل في البند ده؟ باذن هي مسألة ايه؟ مسألة صعبة جدا. فانت النهاردة لما تيجي تحدد موضوع النزاع خليك دقيق في تحديد الموضوع، يعني حددوا بدقة شديدة. احنا ممكن بعد كده نختلف على تشكيل هيئة التحكيم، يعني لما نحط البند كده فض كافة المنازعات التي تنشأ بين الاطراف عن طريق الايه؟ عن طريق التحكيم. حصلت منازعة نيجي انا وانت نقعد مع بعض، طب والله احنا هنعين محكم ولا هنروح تحكيم مؤسسي؟ ما احنا ما حددناش في الشرط، احنا حددنا في الشرط تحكيم حر ولا تحكيم مؤسسي. حددنا في الشرط احنا ازاي نحدد هيئة التحكيم او القواعد اللي يتم الاختيار. طب لما نيجي بقى وتحصل المنازعة بالفعل ونعمل مشارطة، ده الخاص بالايه؟ بالشرط. ونعمل مشارطة التحكيم اللي هي بيتم الاتفاق عليها بعد وقوع الايه؟ بعد وقوع النزاع. هنا المشرع المصري اشترط تحديد موضوع الايه؟ النزاع، عشان تبقى المشارطة صحيحة ومنتجة لأثرها. يعني في الأول في شرط التحكيم لم ينشأ النزاع بعد، عشان أقدر أقول إيه؟ عشان أقدر أقول إن والله النزاع هينشأ في التنفيذ أو في تفسير العقد أو أو أو، لكن في مشرطة التحكيم وقع النزاع بالإيه؟ بالفعل. النهاردة أنا بسلمك مثلا على سبيل المثال في العقد، بورد لك بضائع، بشطب لك جامعة، بفرشها لك، بعمل لك تكييف، بجيب لك تكييفات، أيا كان، أنت ما دفعتش الفلوس. هنا حصل الايه؟ حصل النزاع. فبقول لك طب ما تيجي نعمل مشارطة التحكيم، هنا نحدد بقى موضوع الايه؟ موضوع النزاع. يبقى نقطتين، النقطة الأولى قابلية موضوع النزاع للتحكيم، ابعد عن المسائل المتعلقة بالنظام العام، التجريم والعقاب، الأحوال الشخصية، وكل قاعدة آمرة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها. الحاجة الثانية تحديد موضوع النزاع.
تحديدا دقيقة. ده يخلينا نقول ان التحكيم بيقوم على نقطتين. النقطة الاولى هي ارادة الاطراف، لابد ان تكون هناك ارادة حرة جازمة صريحة وواضحة باللجوء الى التحكيم. الحاجة التانية اقرار الدولة لهذه الارادة، لازم الدولة تنظم لك من القوانين والاجراءات ما يسهل لك تنفيذ الحكم الصادر عن هيئة التحكيم. ودي مسألة هناخد فيها دلوقتي يعني حتة يعني دقيقة شوية. خلاص احنا عرفنا ايه هو شرط التحكيم، استقلالية شرط التحكيم، نسبية الاتفاق، قابلية موضوع النزاع للتحكيم، تحديد موضوع النزاع. يبدأ التحكيم ازاي؟ عندنا شرط او مشارط التحكيم، يبقى هنروح للتحكيم نشوف والله التحكيم ده حر ولا تحكيم مؤسسي. لو تحكيم حر بنحدد هيئة التحكيم مع بعض. لو نصينا في الشرط او في المشارطة على تحديد هيئة التحكيم بنشوف الاتفاق اللي تم ايه، يعني كل شيء بيتم الاتفاق عليه بين الاطراف. الاطراف النهاردة بيتفقوا على هيئة التحكيم وكيفية تشكيلها واختيارها، بيتفقوا على القانون الواجب التطبيق. بناء على استقلالية شرط التحكيم يجوز ان تفصل العقد عن شرط التحكيم، يعني تخلي القانون الواجب التطبيق على العقد نفسه مختلف عن القانون الواجب التطبيق على شرط الايه؟ على شرط التحكيم، لان المشرع نص على استقلالية هذا الايه؟ هذا الشرط. احنا اللي بنختار، احنا اللي بنختار. انا وانت ممكن نختار تنفيذ احكام القانون المصري فنلجأ للقانون الايه؟ المصري. ممكن نلجأ الى تنفيذ تطبيق قواعد مثلا مركز تحكيم اتحاد المحامين العرب، ما عنده مركز تحكيم، ممكن اقول والله تطبق قواعد مركز اتحاد محامين العرب في حالة الايه؟ في حالة نشوء نزاع بين الاطراف خاص بكذا وكذا وكذا. اذا الاطراف المفروض بيتفقوا على كل شيء. والله لو نسوا الاتفاق على حاجة والحكم هيتنفذ في مصر بنرجع للقانون المصري، لو هيتنفذ في 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 دولة أجنبية بنرجع للدولة اللي هيتنفذ فيها القانون. ومسألة مهمة جدا ان القاضي نهاية التحكيم، معلش نهاية التحكيم قبل ان تصدر حكمها تشوف الحكم ده هيتنفذ فين، عشان ما تصطدمش بالنظام الايه؟ بالنظام العام. والله لو الحكم ده هيتنفذ في مصر يبقى لازم ارجع لمسائل النظام العام اللي موجودة في مصر، او على الاقل اشوف الموضوع اللي معايا هل هو بيصطدم بالنظام العام في دولة مصر ولا لا، وكذلك في أي بالقياس على اي دولة ايه؟ على اي دولة اخرى. تمام، هنروح للتحكيم الحر او التحكيم المؤسسي. بتبدأ ازاي؟ اطراف الدعوة مدعي ومدعى عليه. في التحكيم عندنا واحد طالب تحكيم ومحتكم ايه؟ ومحتكم ضده. هي نفس الاجراءات نفس القواعد، ولكن في بعض المسائل كده يعني هنتناقش فيها مع بعض. المسألة الاولى، والله انا لما رحت للتحكيم وقدمت طلب التحكيم وتم اعلان الطرف الاخر علشان يجي يحضر، الراجل جه وحضر وبدأت الجلسات والامور مشيت، مفيش اي مشكلة، وصدر حكم التحكيم. هاخد الحكم واروح اخد حاجة اسمها امر تنفيذ زائد صيغة تنفيذية، وهنتكلم عن الاثنين بالتفصيل. والامور بتمشي وبننفذ الحكم وبتاخد انت اجراءات التنفيذ العادية اللي بتاخدها في الحكم القضائي حين تنفيذه، بخلاف امر التنفيذ عشان رقابة الدولة على حكم التحكيم فقط، هو ده اللي زيادة بس. طيب دي مسألة ما فيهاش اي مشكلة، ما فيش اي معضلة، بس الخصم بتاعك مش بالسهولة اللي انت متخيل. مش احنا اتفقنا على اتفاق تحكيم بيبقى عادة بتبقى بمبالغ خرافية، يعني التحكيمات البسيطة في تعويضات في مسائل مثلا مليون دولار 2 مليون دولار، لا في تحكيمات بتبقى مبالغ مبالغ خرافية. المسألة التانية دي مسألة سلسة ما فيهاش اي مشكلة. طب المسألة التانية رحت ما بيننا اتفاق تحكيم، نركز مع بعض شوية، ما بيننا اتفاق تحكيم، هل يجوز هنا للمحكمة اللي هو القضاء الدولي ان يبحث بطلان اتفاق التحكيم او عدم وجوده او سقوطه او انتهائه؟ طبعا هنا السؤال في غاية الاهمية. ليه؟ للنتائج اللي احنا هنقولها. اولا، المحكمة لو حكمت وبحثت موضوع اتفاق التحكيم وجوده او عدمه او انتهاءه وانتهت الى وجود اتفاق تحكيم، ف
فهنروح لمحكمة التحكيم الفرد ده ما فيهش ايه؟ ما فيهش مشاكل قوي، لان خلاص يعني المحكمة بالفعل انتهت الى تطبيق المادة 13 وقالت عدم قبول الدعوة لوجود اتفاق ايه؟ تحكيم. طب المسألة التانية، الفرد التاني، لو بحثت الاتفاق وحكمت وقالت والله اتفاق التحكيم باطل، حكمت المحكمة ببطلان اتفاق التحكيم، حتى لو ليك الحق في انك تستأنف، استأنفت، رحت قدام محكمة الاستئناف أيدت نفس الايه؟ نفس الحكم، وقالت ان اتفاق التحكيم باطل او منعدم او عدم وجوده، يبقى اصدرت حكم ايه؟ ها؟ نهائي. اصدرت حكم ايه؟ نهائي. لما تيجي انت تروح قدام التحكيم، لو هتلالي من هنا لحد السنة الجاية، ما انا جاي لك اهو، هو المسألة فين؟ ان هل يجوز لمحكمة الدولة، لقضاء الدولة، ان هو يبحث بطلان الشرط ولا لا؟ يعني الشرط موجود بالفعل، ولكن قد يكون هذا الشرط باطل لانتفاء احد اسبابه، ما هو عقد ايا كان السبب. انا بتكلم في مسألة بحث شرط الايه؟ التحكيم. لو وصلنا لمرحلة ان المحكمة حكمت ببطلان الشرط، انت اهدرت الايه؟ دور التحكيم تماما خلاص، وكأن الشرط ده ملوش اي لازمة، لانك لو رحت للتحكيم وخدت حكم هتيجي تنفذه هتصطدم بحكم ايه؟ بحكم المحكمة اللي حاز قوت الامر المقضي اللي اصبح نهائي المتعلق بالنظام العام. فدي مسألة في غاية الاهمية، الفقه مختلف فيها، ولكن التطبيقات القضائية بتقول لنا ايه؟ بتقول لنا ان المحكمة تكتفي بالحكم بايه؟ بعدم قبول الدعوة. طيب نفترض ان الرجل اللي رفع الدعوة، الخصم الذي رفع الدعوة امام قضاء الدولة كان على حق وكان الشرط باطل بالفعل، يبقى انت كده اهدرت حقه. اقول له لا، المشرع عمل لي في المادة 53 بعد ما حكم التحكيم يصدر تروح ترفع دعوة بالايه؟ بالبطلان، وتستند الى بطلان اتفاق التحكيم او ايه؟ او انعدامه او عدم وجوده ايا كان. بحكم. يبقى اذا هنا المسألة ايه؟ لو رجعنا للمادة، هقولها بس معاكم، لو رجعنا للمادة 22 فقرة 1 من قانون التحكيم بتقول ايه؟ بتقول تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها. تفصل هيئة مين؟ هيئة التحكيم. خلاص. معالي النقيب عايزين نعيد الحته دي تاني. لانها حته دقيقه طبعا، وهم انك تخليك تمشي في اتفاق التحكيم او ان انت تخرج عن الايه؟ عن مساله، تخرج عن التحكيم تماما رغم وجود الشرط. اول حاجه هناخدها بالراحه كده وببساطه شديده جدا، عندنا شرط التحكيم او مشرط التحكيم بنسميهم الاثنين ايه؟ اتفاق على الايه؟ اتفاق على التحكيم. في النهارده اتفاق على التحكيم يعني اتفاق باللجوء لايه؟ للتحكيم. المساله الاولى، هل اتفاق التحكيم متعلق بالنظام العام ولا غير متعلق بالنظام العام؟ طيب حته توضيحيه بسيطه، يعني ايه متعلق بالنظام العام؟ متعلق بالنظام العام يعني لا يجوز للاطراف الاتفاق على مخالفته. خلاص، اتفاق التحكيم انا وانت اتفقنا على اللجوء للتحكيم، عملنا شرط او مشرطة اصبح بيننا اتفاق، هذا الاتفاق متعلق بالنظام العام ولا غير متعلق بالنظام العام؟ هنقول مسألة تطبيقية، في شرط وشرط صحيح ومكتمل لاركانه ومنتج لاثاره، وذهب احد الاطراف الى القضاء ورفع دعوة، فجاء الطرف الآخر ولم يدفع بوجود ايه؟ اتفاق التحكيم. لم يدفع بوجود ايه؟ اتفاق التحكيم. فقضاء الدولة يستمر في نظر الايه؟ الدعوة، ولا يجوز له ان يلجأ الى مين؟ الى التحكيم مرة اخرى. معنى ذلك ايه؟ دي المادة 13. معنى ذلك ان اتفاق التحكيم غير متعلق بايه؟ بالنظام العام.
وبالتالي يجوز الخصوم الاتفاق على مخالفته، يجوز الخصوم إلغاءه تماما، يجوز الخصوم الرجوع الرجوع فيه، ولكن لابد أن يتفق. ما ينفعش بإرادة منفردة نلغي شرط الايه؟ شرط التحكيم. دي المسألة الأولى. رحت التحكيم، الطرف الثاني قال لك عم بلا تحكيم بلا وجع دماغ، خلينا قدام ايه؟ قدام قضاء الدولة. أو سكت عن الدفع بالايه؟ بالتحكيم، ما تكلمش في الدفع ده. زي ما تروح قدام محكمة فما تدفعش دفع معين، فالمحكمة زي الاختصاص المحلي، الاختصاص المحلي غير متعلق بالنظام العام، فبالتالي لو رحت قدام المحكمة وما دفعتش بالاختصاص المحلي تمام، المحكمة بتكمل وحكمها صحيح ومنتج لأثاره وكل حاجة، ما لم ينص القانون على ايه؟ على غير ذلك في بعض المسائل. فانت ما بينك وما بين اتفاق تحكيم ورحنا للمحكمة، ما دفعتش باتفاق التحكيم، تستمر المحكمة في الايه؟ في نظر الدعوة، باعتبار ان القضاء هو صاحب الولاية العامة، القضاء هو صاحب الايه؟ الولاية العامة في نظر كافة المنازعات. ما بنقولش ان التحكيم طريق استثناء، يعني محكمة الدستورية العليا قالت انه طريق استثناء يتم بإرادة الطرفين. يبقى أول حاجة أن الاتفاق غير متعلق بالإيه؟ بالنظام العام، فيجوز عادي الرجوع فيه. عدم التحدث فيه هو التخلي عنه ضمنياً، أنت خلاص يعني تنازلت عنه ضمنياً. ده الفرض الأول. الفرض الثاني، رحت قدام المحكمة رفعت دعوة، فجاء الطرف الثاني قال لك لا ده احنا بينا إيه؟ اتفاق تحكيم. الصورة بتاعته إيه؟ بتقدم طلب واحد للمحكمة ردا على ذلك، فبتدفع بعدم قبول الدعوة لانتفاء شرط الايه؟ التحكيم. المحكمة بقى تعمل ايه؟ تحكم لك بعدم قبول الدعوة لوجود شرط التحكيم، ولا تبحث بطلان شرط التحكيم من عدمه؟ هي دي المسألة اللي فيها اللبس. يعني هل تكتفي المحكمة مجرد ما تشوف شرط التحكيم كده في العقد ان كل نزاع ينشأ بين الطرفين يتم فضه عن طريق التحكيم، تقول لك والله بص خلاص انا بحكم بايه؟ الحكم بعدم قبول الدعوة لانتفاء ايه؟ لوجود شرط التحكيم. دي مسألة ما فيهاش مشكلة، المحكمة لو عملت كده خير وبركة، ما فيش اي ايه؟ اي مشكلة. طب لو المحكمة بحثت بطلان اتفاق الايه؟ التحكيم من نفسها او بناء على طلب الخصم. خلي بالك امر التنفيذ لما نتكلم عنه كمان شويه، بس دي مساله بتيجي بعد صدور الحكم، بعد صدور حكم التحكيم. القاضي من نفسه بيبحث مساله اتفاق التحكيم من نفسه،